حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن سمي مولى ابي بكر عن ابي صالح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين فانه من وافق قوله قول الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه تابعه محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ونعيم المجمر عن ابي هريره رضي الله عنه